لما نقول حديث من القلب، أول شيء راح نبدأ بشيء مهم جدا. أغلبنا وأنا واحد منكم دائما نقول نسأل الله حسن الخاتمة، صح ولا ما صح؟ وأسأل الله تعالى لي ولكم حسن الخاتمة، قل آمين. حسن الخاتمة هذه لازم الإنسان يعمل من اليوم لحسن هذه الخاتمة. كيف يعمل لها؟ يسأل نفسه أنا الآن ماذا أقوم بأعمال لكي تكون لي حسن هذه الخاتمة؟ لأن سبحان الله الإنسان ما يقوم به من أعمال يوميا، هذا كلام علمي، ما يقوم به من أعمال يوميا يتحول إلى عادات، وعندما يتحول إلى عادات يقوم بها العقل اللاواعي بدون لا يشعر الإنسان. بمعنى أنا أتذكر لما كنا صغار كنت أصلي في جامع جنب البيت، جنب بيتنا اللي أصلي فيه، وكان إمام هذا الجامع يعني كنا دائما ناديه عمي علي، عمنا علي الله يرحمه. هذا الرجل كان بقمة الألق وبقمة الطيبة وبقمة الروعة كما أحسبه، لدرجة أن كنا لما نروح نصلي المسجد بعض الأحيان نروح نصلي المسجد ما نلبس كمة، فلما هو كان ما يشوف ضعيف البصر، فتخيل معي لما نلبس كمة ماذا كان يقول لنا؟ ماذا كان يقول لنا؟ يقول أنت تدخل الجنة بس بدون كمة تدخل الجنة، فلا ندخل الجنة، إحنا باين ندخل الجنة أهم شيء، بكمة بدون كمة ما مهم بالنسبة لنا. يعني أقصى شيء كان يتوقع هذا الإنسان هو أن يدخل الجنة بدون كمة. هذا يدل على أن هذا الإنسان وصل لمرحلة حتى لا يعتقد السوء، لا يظن السوء فينا، لم يكن النار جهنم، لا يكن العذاب، بس أقصى شيء وصل له هذا الإنسان أن ندخل الجنة لكن بدون كمة. ابن العماني يقول سقحين دخل الجنة أنتم. فقلنا خلنا، أنا أقول داخل يومها أقول خلنا ندخل الجنة ما بجلة. هذا الرجل بعدين لما كبر في العمر أصيب بورم في الرأس ودخل المستشفى ودخل في غيبوبة، لكن ما الذي كان يحدث عند ذلك الرجل وهو في غيبوبته؟ كان يؤذن عند كل صلاة، كل موعد صلاة وهو في غيبوبته كان يؤذن. لماذا؟ لأنه قضى عمره كله وهو يؤذن، وبالتالي هذا الأذان برمج في العقل اللاواعي، وعندما دخل في غيبوبته لا زال هذا العقل ماذا يسترجع؟ ما يسترجع أمور الدنيا كلها، يسترجع ذلك الأذان الذي كان يصدح به عند كل صلاة، فكان في غيبوبته والعاد يا أما يؤذن يا أما يتكلم يسألهم يقولهم كم الساعة الحين؟ كم الساعة الحين أذن؟ لأنه كان ما يشوف. فهذه حسن الخاتمة، ما كان يعمل به في حياته حصده عندما أصبح لا حول له ولا قوة. فأنا وأنتم اللي حاضرين اليوم في هذا الجامع المبارك، لما نريد نوصل لهذه المرحلة نسأل نفسنا اليوم ونحن في هذا الجامع ماذا نفعل؟